السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موبايل شاومي مي 11 لايت اللي هينضم لسلسلة المي 11، وهنستعرض مع بعض كل إمكانيات ومواصفات الموبايل. بس خلينا أفكرك، لو أنت مش مشترك في القناة ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا لكم. أعلنت شركة شاومي عن موبايلها الجديد المي 11 لايت، والنسخة الموجودة حاليا في مصر هي النسخة 4G، والنسخة 5G مش موجودة. يمكن ده السبب إن شبكة 5G مش موجودة في أغلب الدول العربية. زي ما قلت قبل كده في فيديوهات كتير ان شركة شاومي بتحاول تسيطر على الاسعار في موبايلاتها، وده يمكن علشان تقدر تنافس ما بين الشركات في الفئة السعرية دي. النهاردة هنتكلم عن المي 11 لايت، الجهاز اللي موجود حاليا في مصر النسخة 4G. هنبدأ الاول من حيث تصميم ظهر الموبايل. وزن الموبايل بيكون 157 جرام مع السمك 6.8 ملي. فعلا هنا وزن الموبايل هيكون خفيف فعلا، وكمان النحافة بتاعت الموبايل يعتبر افضل موبايل من شركة شاومي من حيث الوزن ونحافة الموبايل. من حيث تصميم ظهر الموبايل هنا نقدر نقول ان المي 11 لايت هيكون افضل موبايل من شركة شاومي لسنة 2021. زي ما قلت في بداية الفيديو ان الموبايل بيدعم النسخة 4G مش النسخة 5G، وزي ما قلت ان النسخة 5G مش موجودة في اغلب الدول العربية. كمان الموبايل بيجي بشهادة IP53 المقاوم للمياه والغبار، مع وجود 3 كاميرات خلفية في ظهر الموبايل وفلاش ليد. ده كان من حيث تصميم ظهر الموبايل. هنتكلم دلوقتي عن شاشة الموبايل. الموبايل بيجي بشاشة من نوع أملود بمساحة 6.55 انش، مع نسبة استحواذ الشاشة من الواجهة الأمامية للموبايل اللي بتوصل ل 85.3% مع أبعاد عرض 20:9. هنا أبعاد العرض 20:9 ونسبة الاستحواذ للشاشة هتخليك تقدر تشوف الفيديوهات أو تستخدم الألعاب بكل سهولة. دقة الشاشة بتكون 1080x2400 بيكسل فول اتش دي بلس، بمعدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل بوصة، مع وجود طبقة حماية على الشاشة من الجيل الخامس. مميزات الشاشة هنا للمي 11 لايت انها بتدعم الـ HDR10 اللي هتديك الوان وسطوع للشاشة ممتاز جدا. كمان مع الشاشة الاملود هتقدر تشوف تجربة للشاشة حلوة جدا. كمان معدل التحديث بيوصل معاك لـ 90 هرتز. هنا الـ 90 هرتز مش هتحس بينها وبين الـ 120 هرتز اي اختلاف في تجربة التصفح او الانتقال. وكمان الشيء المميز للمي 11 لايت من ناحية الشاشة ان انت تقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل تحت اشعة الشمس. الشاشة فعلا بتدعم اكتر من 1,000,000 لون. فعلا تجربة الشاشة للمي 11 لايت هتكون ممتازة جدا، هتكون من افضل الشاشات الموجودة حاليا لشركة شاومي، وده لانها بتيجي من نوع املود مع دعم خاصية الـ HDR10 اللي هتديك الوان وسطوع للشاشة ممتاز جدا. هنتكلم دلوقتي عن الكاميرات الخلفية للموبايل. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية مع فلاش ليد. الاولى بتكون بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، ودي فعلا هتكون من افضل الكاميرات الموجودة في الفئة السعرية دي. الكاميرا التانية بتكون بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، اما الكاميرا التالتة فبتكون بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. هنا اداء الكاميرات الخلفية للموبايل هيكون متميز جدا، وكمان في الاضاءة العالية هتقدر تاخد صور ممتازة جدا للموبايل المي 11 لايت. الموبايل بيدعم تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية بجودة 4K بدقة 2160 بكسل. الكاميرا الامامية بتيجي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.5. هنا اداء الكاميرات عموما للموبايل المي 11 لايت هيكون ممتاز جدا ومفهوش اي مشاكل، وهيقدر ينافس ما بين الموبايلات التانية. هنتكلم دلوقتي عن المعالج والاداء. الموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 732G مع معالج رسومي ادرينو 618. اداء المعالج هيكون كويس جدا ومفهوش اي مشاكل، هو نفس المعالج الموجود في شاومي الريدمي نوت 10 برو. بطارية الموبايل بتيجي 4250 امبير مع قوة الشحن السريع اللي بتوصل ل 33 واط. هنا ال 33 واط هتقدر تخليك تشحن الموبايل من 0% ل 100% في خلال ساعة واحدة. تجربة الصوت هنا للموبايل المي 11 هتكون ممتازة جدا، وده لانه بيجي بدول سبيكر بصوت ستيريو. كمان ال 90 هرتز اللي مش هتحس باختلاف بينها وبين ال 120 هرتز في تجربة التصفح والانتقال. بصمة الموبايل هتكون مدمجة في زرار الباور، وادائها هيكون عالي جدا ومفيهوش اي مشاكل نهائيا. هنتكلم دلوقتي في ملخص سريع عن المميزات والعيوب للمي 11 لايت. اول ميزة صوت الموبايل الاستيريو مع دول السبيكر اللي هيديك اداء تجربة صوتية ممتازة جدا. الشاشة الاملود مع دعم الـ HDR10 اللي هتديك الوان وتشبع للالوان بطريقة ممتازة جدا من حيث الشاشة.
تالت ميزة تصميم الموبايل بالكامل. تصميم الموبايل بالكامل من وجهة نظري المي 11 لايت هيقدر ينافس من حيث التصميم مع باقي الشركات. أما من حيث عيوب الموبايل، عدم وجود منفذ السماعات 3.5 ملي. تاني عيب إن مستشعر التقارب هتحس بفرق بينه وبين أي موبايل تاني، مستشعر التقارب هنا فعلا ضعيف. تالت عيب وسائل التبريد الموجودة في الموبايل اللي هتحس الموبايل إنه دايما بيسخن معك. دي كانت بعض مواصفات المي 11 لايت. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا ليكم.